قال الزعل دي طرفها انكاه السهر كل الرقد وانا عيوني ساهرة، زادت هموم القلب وانزاد الكدر والنفس من هم الليالي حائرة، والبرد قارص من دخول اول صفر تقول نفحت زمهرير الآخرة، ما شهر عدا في الزمن هذا ومر الا وصوت الشر يدوي زاجرة، ما تسمع الا شر يعقب بعد شر امة محمد كلها متشاجرة، هذا قلت الباطل وهذا كنت حر كثر الطمع خلى البشر متناحرة، وانا وصلني ليلة البارح خبر لخبط عليا كل ما في الذاكرة، من حين رن الهاتف اشعرت الخطر والناس عادي في المجال السامرة، عمي حسين الجيد قالوا لي نشر، قالوا نشر بعد الرجال الناشرة. قصيدة كلمات الشاعر المعروف ابو صقر محسن صالح الزعل، القاها تعزية ومواساة بعد وفاة عما المقبولة بإذن الله حسين محمد الزعل الذي وافته المنية يوم الجمعة 17 من شهر ربيع الأول 1436 هجرية الموافق 9 من شهر يناير 2015 ميلادي بقرية جبوب خولة حجاج مديرية جبن محافظة الضالع بعنوان فراق الأب، يلحنها فايز أبو شمس عزفها أبو خليل عبد الفرحان وإيقاحها زبيد عبد الفرحان، تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة. يا من شأن نوات ورخات بالمطر، يا من يدك فوق الخلائق قادرة، يا من جعلت الشمس تضيء والقمر فوق الكواكب والنجوم السامرة، الحمد لك ما يدرس كل السوار حمد الرضا في الباطنة والظاهرة، والفين صلوا على النبي سيد البشر المصطفى ذي طاعم الله آمره. والفين صلوا على النبي سيد البشر المصطفى ذي طاعم الله آمره، يوم ذكره ينزع همي والضجر ذكره شفى كل القلوب الضجرة، قال الزعل ذي طرفه انكاه السهر كل رقد ولا عيوني ساهرة، زادت هموم القلب وانزاد الكدر والنفس من هم الليالي حيرة. قال الزعل ذي طرفه انكاه السهر كل رقد ولا عيوني سهرة، زادت هموم القلب وانزاد الكدر والنفس من هم الليالي حيرة، والبرد قارص من دخول اول صفر تقول نفحت زمهرير الآخرة، ما شهر عدى في الزمن هذا ومر الا وصوت الشر يدوي زاجره. نعم. ما شهر عدى في الزمن هذا ومر الا وصوت الشر يدوي زاجرة، ما تسمع الا شر يعقب بعد شر امة محمد كلها متشاجرة، هذا قلت الباطل وهذا كنت حر كثر الطمع خلى البشر متناحرة، ولا وصلني ليلة البارح خبر لخبط علي كل ما في الذاكرة. Thank you.
وانا وصلني ليلة البارح خبر لخبط علي كل ما في الذاكرة من حين رن الهاتف اشعرت الخطر والناس عادي في المجالس سامرة عني حسين الجيد قالوا لي نشر قالوا نشر بعد الرجال الناشرة قدر قف أصحابه بني صالح عمر أهل السواعد والزنيد الجاسرة عمي حسين الجيد قالوا لي نشر قالوا نشر بعد الرجال الناشرة قدر قف أصحابه بني صالح عمر أهل السواعد والزنيد الجاسرة من بعد ما عانى وللعلة صبر غدر ورجله في ضربها سايرة ساقه مصيره لا جبن هو القدر لا حيث ما كان المالك متناظره ساقه مصيره لا جبن هو القدر لا حيث ما كان المالك متناظره وتعكرت الاجواء قفا هذا الخبر ومن سمع مثلي تكدر خاطره قمنا نفكر بالمصير المنتظر في هذه الدنيا وبعد الاخره رجال ساير جاي مليان الكمر في لحظة اليمنى توفت صبره رجال ساير جاي مليان الكمر في لحظة اليمنى توفت صبره عده نقش في الشهر الأول للنظر وما درى لا والمانا يا غيره الموم موته قد ترك فهله أثر الدمع يسكب ولا يعني ساهره اليوم موته قد ترك فهله أثر الدمع يسكب ولا يعني ساهره اليوم موته قد ترك فهله أثر الدمع يسكب والليالي ساهرة وامتدت الأحزان لا دولة قطر لا عند ذي ما شاف منهم قاصرة ما حد من أولاده عجز ولا فتر والعند الاثنين الجمال الهادرة قد عاش في ديوان داره والحجر سالي ومثل ومسوى عيشه باهره قد عاش في ديوان داره والحجر سالي ومثل ومسوى عيشه باهره دافي بثوب العز من بعد السفر
في جنب مولاة العيون لها جرى بدمعها من بعد ما مات الغمر والناس تشهد للحريم الساترة بدمعهن بل الكساهن والشعر والعايبة تبكي وبيه حاضرة بدمعهن بل الكساهن والشعر والغائبة تبكي وذيه حاضرة الحزن واضح في حكاهن والصور حجم الفجيعة في صورهن ظاهرة الحزن واضح في حكاهن والصور حجم الفجيعة في صورهن ظاهرة ماشي على من قد باكى بعده عير للنهر رجل ما سافي أحد باقرة من مننا شافه ظالم ولا فجر أو قال كلمة في المواقف باثرة يصبر ويتحمل ويتكافى القدر وإن قد غضب في الخصم ما هو فاكرة يصبر ويتحمل ويتكفى القدر وإن قد غضب في الخصم ما هو فاكرة وعندما يسمع نداء الصاحب حضر ما يفتكر شي في الحميلة الجايرة الله يجعل له في الجنة مقر عند الصحابة والوجيهة الطاهرة ياكل ويشرب من عسلها والخضر لا يقترب عند الوجيهة الغابرة والمؤمن الصالح يجهز للسفر قبل المنايا ما تقطع وايره ماشي لنا من هذه الحفرة مفر الموت كل إنسان بيده زاقرة كلا يجهز له مصاريف الكمر ما هو سفر في باص ولا طائرة ما هذه الدنيا سوى نبضة ممر حتى ولو زهت لنا هي ماكرة نعم ما هذه الدنيا سوى نقطة ممر حتى ولو زهت لنا هي ماكرة تعمر وجايس كل بهذي ما عمر يا هل وين أهل الفلل والفاخرة يا أهل الفلل وين القصور الفاخرة تعمر وجايس كل بهذي ما عمر يا أهل الفلل وين القصور الفاخرة واختم بذكرى المصطفى خير البشر ذي طاف من وسط السحابة الثايرة ذكره شفى همي وغمي والضجر أسمى أماني نفسي إني جاورة التواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7716949 أو 7111504900